طيب تعالوا بقى نروح عشان نتعرف مع بعض على المزيد من التفاصيل وكواليس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع زميلنا العزيز فاروق صلاح الموجود حاليا في النيجر. فاروق صباح الخير عليك، وطمنا كده إيه الأجواء عندك؟ صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، ويومنا النهارده بيبدا من النيجر ومن نيامي، وان شاء الله يكون بدايه مشوار البطوله العاشره بمشيئه الله، بدايه خير لفريق النادي الاهلي بمشيئه الله اليوم. طيب طمنا بقى اللاعبين اخبارهم ايه؟ هل في اي تفاصيل تحب تطلعنا عليها بما ان انت موجود هناك ومتابع بقى لحظه بلحظه كل تفاصيل الكواليس؟ بالفعل يا كريم، انا هاخد من كلام نهاوند زي ما اتكلمت بالامس على التدريب المران الاخير لفريق النادي الاهلي اللي كان على احد الملاعب الفرعيه التابعه لاتحاد كره القدم بدوله النيجر، وهو الملعب التقني. كان المران الاخير، يعني عايز اقربك من الصوره، ان يعني ارض الملعب في اللي احنا اتمرنا عليه بالامس افضل بكتير جدا من الملعب اللي احنا هنلعب عليه اللقاء، يعني ارض الملعب احسن بكتير من ملعب اللقاء. ادى النادي الاهلي المران نقدر نقول حاله من الجاهزيه بتفرض نفسها على لعيبه النادي الاهلي، يعني ان شاء الله كل اللاعبين جاهزين. يعني عقب انتهاء المران استلم النادي الاهلي المسحه الخاصه بفريق النادي الاهلي، المسحه الطبيه الخاصه باللاعبين، ويعني تم ثبوت سلبيه مسحه جميع افراد البعثه الحمد لله. اذا الاهلي مكتمل العدد بجميع افراد الفريق ان شاء الله لمواجهه فريق سونديب في هذا اللقاء. عشان اقربك من الصوره لكواليس اليوم النهارده فريق النادي الاهلي يعني خلال بعد نصف ساعه يتناول لاعبي النادي الاهلي وجبه الافطار اللي هتكون في تمام الساعه 9:30 صباحا بتوقيت النيجر، 10:30 بتوقيت القاهره. وجبة الغداء هتكون في تمام الساعة 11:30 صباحا. المحاضرة الفنية هتبقى الساعة 1:15، ثم التحرك لملعب المباراة هيكون في تمام الساعة 1:15 إلى التحرك إلى استاد سيني كونيتشي. بالمناسبة الاستاد بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي بسبع أو ثمان دقائق. طبعا هتبقى المحاضرة الفنية اللي قبل التوجه إلى الاستاد المباراة هيكون موجود فيها مستر بيتسو موسيماني عبر تقنية الزوم أو الفيديو كونفرنس مع لعيبة النادي الأهلي ومع الجهاز الفني. عايز أقول لك إن هو متواصل بصورة شبه دائمة ومستمرة مع كافة أفراد الجهاز الفني، كيفن جونسون وكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ. أيضا هناك تواصل مستمر ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ. ان شاء الله تبقى بدايه خير النهارده للاعبي النادي الاهلي عقب طبعا زي ما انت قلت كريم وقالت نهاوند ان المباراه الساعه 3:00 بتوقيت النيجر، 4:00 بتوقيت القاهره. ان شاء الله يعني رحله عوده فريق النادي الاهلي هتكون التحرك من ملعب المباراه الى المطار مباشره، ومن ثم تبدا رحله العوده الى القاهره باذن الله. كل الامور خاصه بلاعبي النادي الاهلي. طبعا بالامس كان الاجتماع الفني الخاص باللقاء، وتم تحديد ان النادي الاهلي هيظهر به زيه الرسمي، الرداء الاحمر في الابيض في الاحمر، بينما فريق سونديب الرداء او الزي الرسمي والمميز ليه الرداء الازرق في الازرق في الابيض. بالامس كان اللي زي ما قلنا الاجتماع الفني، وطبعا تحديد طاقم التحكيم الغاني لبعض الاجراءات الاحترازيه والمطبقه اللي بيفرضها على لاعبي الفريق سواء لاعبي النادي الاهلي او نادي سونديب، وايضا الاجهزه الفنيه. يعني بالمناسبه طاقم التحكيم اللي يدير هذا اللقاء وطاقم تحكيم من غانا، واحد من الحكام يعني مجموعه طاقم تحكيم من الحكام الدوليين في القائمه لقائمه الاتحاد الافريقي، بيضم دانيال لاريا 33 عام، بالمناسبه هو محاسب اداري في احد شركات المبيعات او المواد الغذائيه. هيعاونه بول كودزو مساعد اول وكواسي اتشيمبونج والحكم الرابع اداري عبد اللطيف. زي ما قلنا في تجديد تام من جانب التحكيم ومن جانب المنسق العام للقاء على كافه الاجراءات الاحترازيه. عايز اقول لك ان بعثه فريق النادي الاهلي طبعا بتصطحب احد العمال المسؤول عن عمليه التعقيم ومتابعه كافه الامور الخاصه بتعقيم غرف اللاعبين، المقر اللي بيجتمع فيه لاعبي النادي الاهلي سواء للاجتماعات او المطعم. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا بيشدد على هذا الامر. النقطه المهمه
برضو ان حاله الترحاب اللي بنشوفها من شعب النيجر ومواطنين النيجر اللي كان مجموعه منهم موجودين بالامس في مران النادي الاهلي الاخير، الجميع بيساند ويؤازر النادي الاهلي. ايضا كان موجود مجموعه من افراد الجاليه المصريه والعربيه، كان في اجتماع ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ بالامس في مقر اقامه الفريق مع معالي السفير نبيل مكي لبحث يعني عدد اللي ممكن يدخل من افراد الجاليه المصريه والعربيه. طبعا المباراه بدون جمهور، لكن العدد هيبقى يكون محدود، يعني مش لن يتجاوز ال 150 فرد، سواء من مشجعي النادي الاهلي او افراد الجاليه المصريه العربيه او مشجعي نادي سونيديب. تم تحديد هذه الامور. نسبه المصريين هنا يعني عدد كبير من افراد الجاليه المصريه والعربيه. بالمناسبه كريم، يعني هنا عماره اسسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في اوائل الستينات، تسمى عماره النصر، واحد الشوارع هنا في النيجر بيحمل اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. زي ما قلنا، الشعب الافريقي او الطبيعه الافريقيه شا يعني دايما بحاله الحب والود للنادي الاهلي ولجمهوريه مصر العربيه. ده يعني اللي احنا بنلمسه في كل مكان بنروح فيه، سواء داخل الفندق، سواء الخروج للتدريب او التواجد مع اهل ومواطني النيجر. دي كانت كل التفاصيل الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي هنا في النيجر. يتبقى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله يا كريم، ان شاء الله يا نهاوند زي ما انت قلت تكون البدايه باذن الله، والنادي الاهلي دايما بيفرحنا، وتكون بدايه نهايه السنه نهايه سعيده على النادي الاهلي. ان شاء الله الفوز على فريق سونيديب في مباراه الذهاب، وايضا الفوز في مباراه الاياب، وان شاء الله الفوز على فريق الزمالك في المباراه المقبله بمشيئه الله. ان شاء الله سعداء جدا بالتواصل معاك زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي المرافق لبعثه الفريق الاول لكره القدم الموجوده حاليا في النيجر. شكرا جزيلا على كل التفاصيل الجميله والاخبار الوافيه اللي انت امددتنا بيها. صباح الفل عليك. تغطيه اكثر من رائعه حقيقه يا فاروق، شكرا ليك جدا. وانت بصراحه ما فيش معلومه ما قلتهاش، وكمان انت جايب معلومات عن النيجر نفسها كمان، مش بس تغطيه هناك عن الفريق وتفاصيل التدريب وغيره. فيعني ترجعوا باذن الله منتصرين زي ما احنا كنا بنقول يا رب. طيب.